تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور محمد زناتي من جنوب لبنان وتحديدا من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، ومن خلفي مباشرة بلدة الخيام وأيضا تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلتين، حيث نتابع معكم عند هذه الجبهة حيث شهدت اليوم عدة تطورات تعد استهدافات خطيرة للجانب الإسرائيلي من ناحية استهداف العمق اللبناني، تحديدا أطراف بلدتي جبشيت وشوكين، هاتين البلدتين تقع في قضاء النبطية وتبعد هذه البلدات نسبيا عن الحدود، وبالتالي هذا استهداف جديد خارج قواعد الاشتباك. هذا بالإضافة إلى الاستهدافين بالأمس في بلدة زوطر الشرقية وفي جبل الريحان، نتكلم عن شوكين وزوطر الشرقية، قضاء النبطية وأيضا جبل الريحان، هذه البلدات جميعها بعيدة عن الحدود، وبالتالي هذه الاستهدافات اليوم طائرة مسيرة أغارت بثلاثة صواريخ على أطراف جبشيت وشوكين، والجهات المعنية بطبيعة الحال فرضت طوق أمني في المحلة منعا من اقتراب المواطنين إلى نقطة الاستهداف، لأن هناك فارق ما بين الصاروخ والآخر، وكنا نشاهد عبر الفيديوهات التي التقطت من مكان سقوط هذه الصواريخ كيف كان هناك عمال من الجنسية السورية وكانوا متواجدين يقومون بعملهم في بلدة جبشيت، وقاموا بتصوير لحظة سقوط الصاروخ الثالث في منطقة جبشيت وكيف استهدف منزل قيد الإنشاء أو محل قيد الإنشاء هناك في هذه المنطقة. المعلومات الأولية تتحدث أن لا إصابات في هذا الاستهداف الذي يعد كما ذكرت في العمق اللبناني في مناطق تقع في قضاء النبطية وهذه بعيدة عن الحدود. نتكلم هنا في القطاع الشرقي هنا شمال الليطاني، إذا أردنا أن نذهب باتجاه مدينة النبطية علينا العبور من منطقة مرج عيون والإقليعة وصولا إلى الخردلة، طريق الخردلة تم استهدافه بوقت سابق بأيضا غارة وأيضا بعدة قذائف مدفعية كي نصل إلى أوتوستراد كفر رومان وصولا إلى مدينة النبطية، ومن مدينة النبطية نتفرع ونتشبث لوصول إلى المناطق وقرى قضاء النبطية لنصل إلى هذه المناطق، وبالتالي هذه المناطق هي بعيدة عن الحدود بمسافة، وهذا الاستهداف هو خارج قواعد الاشتباك، وهذه المرة الثالثة بل الرابعة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي هذه المناطق. الآن الطيران الحربي يحلق، وكما يمكن أن نشاهد أيضا إذا استطاعت عدسات الكاميرا أن تلتقط لنا هاتين الطائرتين الحربيتين اللتان تحلق الآن هذه الطائرات فوق رؤوسنا في هذه المنطقة حيث نقف الآن في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وأيضا أود أن أشير قبل أن أتابع هذه الرسالة إلى أنه منذ بعض الوقت كان قصف من طائرة مسيرة استهدفت منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تورين وأبريخة، وتتحدث المعلومات الأولية عن وجود إصابات طفيفة، إذن غارة من مسيرة معادية على منطقة التامرية نجم عنها إصابتين طفيفتين، عمل فريق أو عملت فرق تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقلهما إلى مستشفى المنطقة. هذا التطور في منطقة التامرية بين تولين وقبريخة، إذن هذه المنطقة التامرية تقع بين بلدتي تولين وقبريخة، والمعطيات الأولية تشير عن نقل إصابتين في هذه المنطقة في هذا الاستهداف بهذا القصف من الطائرة المسيرة الذي استهدف منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخة. طبيعة الحال هذه المنطقة هي ضمن البلدات الحدودية والتي أيضا تتعرض للقصف. صحيح أننا بتنا نسمع أسماء مناطق جديدة تدخل في هذا الصراع كتولين وغيرها من المناطق التي هي قريبة من مناطق تتعرض أساسا للقصف. إذن هذه كانت مباشرة الطائرات الحربية التي تحلق، وهذا بالطبع من خلال المتابعة الميدانية عندما تحلق هذه الطائرات الحربية هي تتجه إلى مناطق معينة في قرى جنوب لبنان، تنفذ وتشن هذه الطائرات الحربية بطبيعة الحال غارات، بعد قليل ربما ستحمل الساعات تطورات من ناحية شن هذه الطائرات لغارات إذا رصدت أي حركة كما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي
إذا رصدت أي تحركات للمقاومة أو حتى لحزب الله. حزب الله بدوره اليوم أصدر عدة بيانات أعلن أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتحديدا تحدث حزب الله عن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا إصابات مؤكدة بحسب بيان حزب الله. سبق هذا البيان استهداف أيضا غرفة رصد قرب ثكنة الشمارة بالأسلحة المناسبة، وبحسب بيان حزب الله تم تحقيق أيضا إصابات مباشرة، وأوقعوا أفراد من كان في هذه الغرفة في القريبة من ثكنة شمارة كما ذكرت، بين قتيل وجريح بحسب بيان حزب الله. أيضا كان صباحا استهدف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رامية بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة، وأيضا صباحا كان استهداف لموقع زبدين بالأسلحة المناسبة. الآن خلف مباشرة الجبهة كما يمكن أن نرى هنا بلدة الخيام الجنوبية، ونرصد فقط مرور سيارة الآن من هذه البلدة، لكن يمكن الحديث عن خلو هذه البلدة من المواطنين ومن السكان، وكذلك الحال في البلدات المجاورة إن كان للجهة اليمنى، نتحدث عن بلدات الكفركلة والعديسي وغيرها من البلدات التي تقع هنا بالقرب من مستعمرة المطلي، أو حتى من الناحية من جهة اليسار نتحدث عن بلدات كفر شوبة وشبعة المحتلتين، اللتان أيضا أصبحتا فارغة، هذه البلدات أصبحت فارغة من ساكنيها، أو عائلات عدد قليل من العائلات التي بقيت متواجدة هنا في هذه البلدات نظرا لتعرض هذه البلدات يوميا للقصف، لا سيما هذا السهل. يوميا نسمع عبر وسائل الإعلام ونشاهد نحن هنا كصحفيين متابعين في التطورات الميدانية من اليوم الأول لهذه الاشتباكات، نسمع هنا في سهل مرجعيون والخيام كيف القصف المدفعي يستهدف هذا السهل، سهل مرجعيون والخيام. بشكل سريع دعوني أشير، بينما نتابع في العدسة هذه الصورة هنا، دعوني أشير إلى بعض المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي في ساعات الصباح. استهدفت مدفعية الاحتلال مركز الحمراء التابع للجيش اللبناني على بعد 200 متر في عيترون بقذيفة من دبابة ميركافا، وبالطبع شاءت العناية الإلهية وحالت دون إصابة أحد بأذى سوى تطاير بعض الحجارة على العناصر. قبل الظهر كانت استهدفت مدفعية الاحتلال تلة المطران في منطقة حمامس، وهي التلة الظاهرة في العدسة مباشرة بعدسة محمد زناتي في منطقة سردة. هذا بالإضافة إلى استهداف وطأ الخيام، وأيضا وطأ الخيام هو هذه النقطة حيث تظهر لكم مشاهدين في العدسة بعدة قذائف مدفعية، كذلك الأمر كان استهداف لبلدة ميس الجبل صباحا بعدة قذائف مدفعية. أيضا كانت رشقات نارية أطلقها العدو من أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامي، هذا بالإضافة إلى تصعيد ليلي كانت شهدته مناطق رميش وعيتا الشعب ويرون وبيت ليف، وكانت الطائرات المسيرة أغارت على عيتا الشعب ورامي في القطاع الأوسط، وأيضا كان هناك تعدي بساعات ما بعد منتصف الليل من خلال إطلاق العدو الإسرائيلي للقنابل المدفعية والقذائف المدفعية على أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلم الشعب والجبان، وكانت غارة أيضا على وادي حمول بالطيران المسير، وأيضا كانت غارات على الناقورة وعلى جبلي اللبوني والعلام وعين الزرقاء ومجد الزون. إذن مشاهدينا هذه آخر التطورات هنا في جنوب لبنان، حيث نقلنا لكم بعض وأبرز المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي في ساعات الصباح الأولى، وأيضا نقلنا لكم بعض الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما في مناطق تقع في العمق اللبناني كمنطقتي جبشيت وشوقين، اللتين تعرضتا لغارة من طائرة مسيرة
بثلاثة صواريخ، وأيضا كان استهداف بالقرب من مركز الجيش اللبناني، ومن خلفه كان في وطأ الخيام وأيضا تلة الحمامس. وحزب الله بالطبع أصدر عدة بيانات أعلن أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية وأيضا تجمعات لجنود الاحتلال. إذن تحياتي لكم، أنا إبراهيم ضوي ومحمد زناتي من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، ونحن بكون معكم لموافاتكم بكل جديد فور وروده.